السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فهذا رمضان على الأبواب، فتقربوا إلى الكريم الوهاب. شهر رمضان شهر يفك فيه العاني ويعتق فيه الجاني، بادر الفرصة، نعم بادر الفرصة وحاذر الفوتة. إياك أن تكن كالذي دخل عليه رمضان ولم ينل فيه المنى والغفران. هذا نسيم القبول هب، هذا سيل الخير صب، هذا الشيطان كب، هذا باب الخير مفتوح لمن أحب. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واسمعوا لهذا الحديث بالله. ونحن مع موعد لهذا الحديث، وما هي إلا أيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. الله أكبر. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. قال صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله في رمضان عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة.